أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. تحذير خطير بشأن العلاقات المغربية الإسبانية. محاذير إعلامية داخل المملكة الإسبانية من تأثير الجمود الدبلوماسي بين الرباط ومدريد على مستقبل العلاقات الاقتصادية والأمنية، بالنظر إلى الانتقادات المغربية المتواصلة للآلات السياسية الإسبانية بعد استقبالها إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليزاريو بجواز سفر مزور. وأبرزت صحيفة إسبانية واسعة الانتشار أن الأمن والإرهاب والهجرة تندرج ضمن أهم المجالات التي قد تأثرت بالفتور الدبلوماسي بين البلدين المتجاورين بشكل حذر، مشيرة إلى أن انهيار العلاقات السياسية بينهما من شأنه أن يضاعف أعداد المهاجرين غير النظاميين بكل من سبتة ومليلقة وجزر القناري في فصل الصيف.